فيلم قال شنب كان فيه تفاصيل كتيرة جدا، ايه اكتر تفصيلة انتوا حسيتوا انها حصلت في بيوتكم؟ انا ايه الحاجة اللي حسيتها قريبة قوي من حاجة حصلت في حياتك؟ حاجة حصلت التناقض الكبير في العيلة، يعني المواقف اللي متحط فيها اللي بحس ان احنا كعيلة في بعض الاحيان بتحسي ان مفيش هارموني، كل واحد بيفكر. يعني هو في آل شنب كان عندنا توجهات مختلفة وافكار مختلفة، وتحس ان احنا جايين من ثقافات مختلفة مع ان احنا عيلة واحدة نفس البيت. ده بيحصل جدا جدا عندي في العيلة، الجزء اللي مسافر في امريكا غير الجزء اللي عايش في لبنان غير الجزء اللي عايش هنا في شبرا زمان وفي الظاهر، فتحس ان مرة واحدة ثقافات مختلفة تحت نفس البيت ومن نفس العيلة، بس كله في الاخر بيدوب. بس كله في الاخر بيدوب طبعا. في الثقافات هي زي ما هي بتقول، ممكن تلاقي حد في العيله متشدد متشدد وواحد منحل عادي جدا يعني بتلاقي ده وده وتلاقي يعني ده وده وقاعدين على نفس الترابيزه، ومش رجاله بس، رجاله وستات. يعني الستات مثلا، فاكر انت المشهد بتاعك اللي هو انتخب واحده بالمليون؟ كان بيقول لي كده في النادي، انتخابات النادي. فانا شفتها لقيتها حلوه، قلت لهم انتخبوها. هو بقى قال لك بالمليون، انتخب واحده بالمليون. وهي شخصيه نورين بالنسبه لها انتوا بتتكلموا في ايه؟ هو في واحده يعني مؤهله ان هي تمسك منصب وواحده لا. فانا كان دايما في ما بيننا في الكاركترز انا الموضوع ده بيعصبني، لان انا كده في عيلتي. يعني انا اصلا بحارب الحروب دي طول الوقت، اللي هو عادي وايه المشكله. وجدتي مثلا بطلت تعمل لي لايك على اي صوره مش عاجباها. يعني طالما ما عملتلكيش لايك افهمي انه ان انا مش موافقه. بس انا هقول لك على حاجه، الحق يتقال. اذا كان من حقك تنزلي الصوره فهي من حقها ما تحطش لايك. مش لازم يعني مش لازم تزعلي منها. انا مش طالبه منها هي، بس دي طريقه يعني ان هي تعبر عن غضبها. دي طريقه جدا راقيه جدا ومتحضره جدا. ليه ما عملتلكيش لايك؟ ما عملتلكيش لايك على اغنيه بسباصه؟ لا عملت يعني طبعا ما حدش كان معبر الاغنيه دي قبل ما تتشهر من العيله كلها. اول ما اتشهرت خلاص بقى يحبوها كلهم كلهم بقى يحبوها. لما كنا بنشتغل على الشنب انا ما كنتش منزله غير الاغنيه دي.